السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من الجزائر ومن ولاية جيجل بالضبط شرق العاصمة الجزائرية. اليوم نتكلم عن خبر، يعني خبر نشرته جريدة سيونس الأمريكية، هو عن اكتشاف فريق من الباحثين الأثريين الدوليين من الجزائر وأستراليا إسبانيا وفرنسا عن آذوات وأحجار مصقولة وبقايا عظام حيوانات تعود إلى 2,400,000 عام في موقع عين بوشريط بولاية سطيف شرقي الجزائر. هذا الاكتشاف يعني نوعا ما قد يغير الفرضيات السائدة بأن منطقة شرق أفريقيا هي مهد البشرية الأول، وبحسب ما نشرته دورية سيونس أو ساينس الإنجليزية الشهيرة، فإن الأدوات التي عثر عليها الباحثون التي عثر عليها الباحثون يعني مشتركة تشبه تلك التي وجدت في مواقع أثرية بجنوب أفريقيا، يعني شمال أفريقيا، من شمال أفريقيا إلى جنوب أفريقيا مباشرة. شيء عظيم. وقد عثر على أحجار مصقولة بولاية سطيف على بعد 300 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة. ويكشف البحث أيضا عن بقايا عظام حيوانية عليها، ما يبدو أنه آثار أدوات، يعتقد أنها أدوات القصابة القديمة، يعني الأدوات اللي يستعملوها القصابين في ذبح البقر والضأن مختلف الحيوانات. وتعود بقايا العظام هذه الجوهرة العظام الحيوانية لحيوانات مختلفة، منها تماسيح وأفيال وزرافات. وهنا بيت الإشكال، بيت الإشكال، تماسيح، أفيال، زرافات. ويفترض الباحثون أمرين، أولهما أن تكون تقنية استعمال هذه الأدوات انتقلت بسرعة من شرق أفريقيا، والثاني هي أن التقنية ظهرت في شرق أفريقيا وشمالها في وقت واحد. في وقت واحد. خلاصة الكشف الأثري هذا في عين بوشريط كريستيف اللي هي بجانب ولايتي أنا، وهي ولاية جيجل الساحلية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط اللي فيها يمن قابلت ابن خطاب وموقع ابن خطاب وموقع قرات ابن خطاب، أن الحياة البشرية كانت موجودة في شمال أفريقيا قبل ما كان سائدا علميا حتى الآن بأكثر من 600,000 سنة. نعم. وكانت أقدم آثار وجود إنسان بشمال أفريقيا عثر عليها في منطقة مجاورة تعود إلى 1,800,000 عام، وهي في منطقة من إثيوبيا. إذن بعد الوصول إلى هذا الخبر عن الجزائر، انتقلنا من موقع سياحة وبيئة إلى موقع آثار يبين قيمة الجزائر التاريخية وقيمة الجزائر الجغرافية وقيمة الجزائر العالمية، وأنها إحدى الحظائر للإنسانية. وخير الكلام كما يقال
بارك الله فيكم وشكرا ولي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش جماعة اشتركوا لي، وننصح إن شاء الله بإذن الله ما نسكنش نضايقكم في الصلاة والقيام بحول الله لكل مشترك. وتقبلوا من روحي أخوكم عمار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.